دكتور. دكتور يعني إذا أخذنا مدخل للموضوع اليوم عن الديسك، ما هو الديسك؟ طبعا هذا السؤال مهم وحيوي، ويمكن هو مدخل مهم لفهم الديسك. الديسك طبعا هو عضو طبيعي موجود في العمود الفقري. وظيفته طبعا هي مثل ما نقول المخدة أو المادة الزيتية اللي موجودة بين كل فترة وفترة. يعني لو العظمتين حصل بينهم احتكاك، هنا نقول أنا عندي مشكلة في الديسك. ولكن بالوضع الطبيعي للديسك، الوظيفة أنها مخدة أو مادة زيتية تحمي احتكاك العظمتين، خصوصا أثناء الوقوف أو الجلوس. ممتاز. يعني الدكتور نقدر نقول أن الديسك هذا عضو. يعني أكثر الناس يجي يقولك أنا عندي الديسك، طبعا معناها كلنا احنا عندنا الديسك، لكن في فرق بين الديسك ومشاكل في الديسك، مظبوط؟ احسنت، صحيح. طيب يعني هذه اللي حابين احنا نوضح. طيب وش اهم الاعراض اللي للديسك؟ الواحد يقول انا والله الان الظاهر انه معي ديسك قبل ما يروح يعمل تشخيص. طبعا احنا لازم نفرق ان في عندنا اكثر من نوع من الديسك. في عندنا افتاق في الديسك اللي هو له اعراض مختلفه، وعندنا الانتفاخ اللي في الديسك. لو ابرز الاعراض بشكل عام، لما تكون الالام موجوده، الام في اسفل الظهر ومستمره، ولما يحصل في تنميل، لما يحس الشخص بوجود ضعف في الحركه، لما يحس ان الالم بدا ينزل من الظهر الى منطقة الجلوس، الى اسفل الفخذ، الى الساق. هنا نعتقد ان الان المشكلة بنسبة كبيرة تعطينا ايحاء، او الطبيب لما ياخذ التاريخ المرضي راح يقول قبل ما يبدا اي فحص سريري، راح يقول والله بنسبة كبيرة الشخص هذا عنده مشكلة، وانا اتوقع انها راح تكون في الديسك. يعني هي مو بس تكون في اسفل الظهر فقط، يعني ممكن تؤدي للاطراف. نعم، حتى بالنسبة للرقبة تنزل على الأكتاف وتنزل إلى اليدين. أما بالنسبة لأسفل الظهر، من منتصف الظهر إلى أسفل الظهر، مثل ما ذكرت فعلا تنزل إلى منطقة الجلوس، إلى الفخذ، إلى الساق، وتأثر أحيانا يمكن الواحد حتى ما يقدر يسيطر على رجله. يعني مثلا زي دعسة البنزين، رجله راح تكون نازلة، هذا في أسوأ الظروف. هي تيجي فجائية دكتور، ولا مثلا بالتدريج مثلا يحس بألام كأن عمل مجهود؟ نعم، بالنسبة للنوع الأول اللي هو ذكرناه، الانتفاخ في الديسك. الانتفاخ في الديسك يجي تقريبا عامل زمني. يعني غالبا كل ما نكبر بالعمر يكون الضغط على الفقرات أعلى. لكن في النوع الثاني اللي هو الافتاق اللي في الديسك، لا، هذا يجي ممكن نتيجة إصابة أو بذل مجهود بدني خارق، مثلا قفز كثير كان في الجيم وشوي تحمس بزيادة، وبالتالي يؤدي إلى أن يكون في ثقب أو فيه تمزق في المنطقة الخارجية للديسك. طيب ممتاز دكتور. طيب خلينا بدأ، عرفنا إحنا الأعراض، عرفنا الواحد متى إذا جت هذه الأعراض يقول والله أنا يعني في الديسك تعبني. إيش الأسباب اللي تؤدي لمثل هذه المشاكل؟ طبعا دائما نتكلم عن نمط الحياه او اللايف ستايل. دائما نمط الحياه لما تكون اعمالنا المكتبيه تاخذ او تستقطع وقت كبير من حياتنا، ولا نحاول ان نتحرك تقريبا كل ربع ساعه، كل نص، كل ثلث ساعه نحاول نطلع برا المكتب او نجلس على، بالنسبه يمكن لاخواننا مثلا اللي في منتصف، او عفوا اللي الشباب دائما يجلس فتره طويله يمكن على الجيمز او البلاي ستيشن. فهذه الاشياء جزء منها نتكلم عن نمط الحياه. فدام نمط الحياه انت تجلس فتره طويله بدون، زي ما نقول جدد حياتك، برنامجنا نقول احنا جدد جلستك او غير جلستك كل شوي، حاول تسوي اعاده تنشيط للوضعيه اللي انت كنت فيها. تكون جالس، تحاول تاخذ لك مشية خفيفة مدة دقيقة دقيقتين، تجدد شوية الدم بالمنطقة هذه. فهذا واحد من الأسباب اللي هو نمط الحياة. نتكلم دائما الناس اللي عندهم أعمال فيها شيل، فدائما اللي يشيل أغراض معرض بنسبة كبيرة أن الفقرات تتقارب من بعضها، وبالتالي تقل المادة الديسكية، وبالتالي ممكن لا قدر الله في المستقبل يحصل تضيق في المنطقة هذه ويأثر على الأعصاب، ويعني ممكن حتى يفقد
القدرة على المشي المسافات طويلة. تسبب له مشاكل يعني تكون ذات تأثير مرة كبير. طيب دكتور الممارسات الخاطئة كيف نحمي نفسنا من مشاكل الديسك؟ طبعا أنت ذكرت يمكن قبل الفاصل موضوع الجلوس على الأرض. صحيح. طبعا الجلوس على الأرض هي جزء يمكن من ثقافة مجتمعنا. صحيح. ويمكن كثير من المجتمعات العربية. فها واحدة من المشاكل اللي تنمي آلام الظهر أو تحفز الفقرات أنها تتقارب من بعض ويحصل لها ضغط هو موضوع الجلوس على الأرض لفترة طويلة. فبالنسبة الجلوس على الأرض بالذات إذا كانت أرض صلبة هذا يعني يؤثر على التقوس اللي حاصل بالعمود الفقري. العمود الفقري سبحان الله مخلوق بشكل على شكل مقوس حتى يخف الضغط سبحان الله. يعني لو كان مستقيم لكانت الآلام الناتجة عن مشاكل الديسك كانت آلام كثيرة، ولكن سبحان الله وجود التقوس هذا جالس يخفف الضغط. فلما نجلس على الأرض حنا جالس نحفز إلى أن يكون تقريبا مستقيم وبالتالي تزيد الآلام. إذا كان ولا بد من جلوس الأرض حنا ننصح دائما أن الجلوس يكون على مخدات اللي تكون نسميها الفوم أو الجلسات الأرضية عموما. يعني دكتور أنت تنصح أنه ما نصير على طول جالسين جلسات زي كذا، لا يعني مرة مرتين كذا ما يخالف. صحيح. وزي ما قلنا قبل شوي حتى إذا عمل مكتبي وإن جالس وضعية وتقريبا الضغط يعني أقل يمكن من الجلوس على كرسي الضغط راح يقل بنسبة كبيرة من الجلوس على الأرض. فإذا كان الجلوس على الأرض شنو نقول يعني ندعو الواحد أنه يغير وضعيته كل شوي ويوقف حتى يجدد الدم في المنطقة هذه وبالتالي ما تكون منطقة خصبة للآلام. ممتاز. طيب دكتور متى نقول أن والله أعراض الديسك ولا مشاكل الديسك هذه خطيرة على الشخص أو على المريض؟ طبعا سؤال جدا مهم. لما يحس طبعا الشخص يحس أنه في التنميل بدأ يزيد ومستمر الألم سواء جلس سواء وقف وصل إلى مرحلة أن أكرمك الله في صعوبة في التبول. لما تكون في صعوبة في التبول إحنا نقول لازم يتجه إلى أقرب طوارئ لأنه احتمال كبير يكون في تدخل جراحي من جراح العمود الفقري لتخفيف الضغط اللي حاصل. بس تشرح لي هذه النقطة شوية دكتور بعد إذنك. تأثير الديسك ممكن يأثر على التبول؟ طبعا لأن الأعصاب اللي مسؤولة عن التحكم في التبول أكرمكم الله اللي مسؤول عنها الفقرات في أسفل الظهر، وبالتالي إذا كان في ضغط شديد حاصل الديسك خلاص الديسك يعني تقريبا في مرحلة جدا جدا يعني متقدمة والفقرات تقاربت وحصل ضغط كبير على الأعصاب. العصب خلاص مو قادر يسيطر على وظيفته الأساسية أنه يحاول يخلي الجسم أن الجسم يحس طبعا في طبعا التبول دائما أول شيء الواحد يحس في أن المثانة عنده ممتلئة وبالتالي يتبول. الآن الإحساس راح يكون في مشكلة بسبب الضغط الشديد اللي حاصل، وبالتالي هنا لابد من تدخل سريع والتوجه للطوارئ لأنه في نسبة كبيرة جدا راح يكون في تدخل جراحي عاجل جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. طيب وش العلاج المناسب لمثل هذه الحالات بعد ما كان يعني ما وصلنا لهذه المرحلة بس إنه على مشارف المراحل الخطرة؟ طبعا أول شيء دائما هو لما يكون في فحص سريري أول شيء الشخص اللي يعالج من يعاني من آلام الظهر أو آلام الرقبة لازم يقيم وضعيات الظهر. أحيانا يكون عندنا وضعيات خاطئة بمعنى تحصل يعني خلنا نقولها بالعامية عنده حدبة في ظهره. صحيح. الحدبة هذه تأثر طبعا بلا شك ويكون في ضغط كبير على أي فيحاول أول شيء يقيس موضوع الوضعيات اللي حاصلة في ظهره خطأ ويحاول يعطي قدام مثلا المراية يعطي بعض التمارين أو يقول له لازم تعدل ظهرك دائما تحاول تكون بالوضعية هذه يعطي بعض المخاد أو بعض الأشياء اللي ممكن تشترى من الشركات الطبية لتصحيح الوضعية هذه. النقطة الثانية اللي هو بعض المسكنات مضادات الالتهاب الخفيفة ممكن تقلل إضافة للراحة ما يجهد نفسه في أعمال فيها نشاط وفيها جري
والنقطة الثالثة ممكن تكون اللي هو العلاج الطبيعي تقريبا من 4 إلى 12 أسبوع تقريبا حسب شدة الحالة. وسائل مختلفة طبعا للعلاج الطبيعي، نتكلم عن الأبر الجافة، نتكلم عن التمارين العلاجية، نتكلم عن العلاج اليدوي، نتكلم عن بعض الموجات الكهرومغناطيسية. يمكن حنا في العيادة نستخدم هو أنا أسمح لي يا دكتور بس إذا بقاطعك، أنا قاعد أنتظرك بس تقول كلمة، يعني من أول قاعد أنتظر أن الرياضة ممكن أنها تساعد في هذا الموضوع. يعني يا دكتور إحنا حبينا نطلع الناس شوي من بعض الآلام وذا كذا، نلطف الأجواء شوي. دكتور تكلمنا قبل الفاصل عن العلاج المناسب لمشاكل الديسك، وذكرنا منها العديد من بعض الممارسات الخاطئة اللي نبتعد عنها. وش أهم الأشياء اللي ممكن تساعد في علاج الديسك إذا أنا بعالج نفسي من بيتنا؟ طبعا هو دائما أي برنامج علاجي أو تأهيلي لابد أنه يكون مفصل، كل حالة تختلف عن الأخرى. ولكن لو قلنا الحالات اللي في بدايتها، مثلا لما يكون واحد مثلا في متوسط العمر وعمله مكتبي، فيمكن أبرز الأشياء اللي ننصح فيها أنه في تمارين مثلا معينة لتنشيط قوام الظهر تساعد تقريبا تساعد في تقليل الآلام، لأن واحدة من المشاكل دائما لما يكون في عدم توازن بين عضلات الظهر وعضلات البطن، وبالتالي في تمارين ممكن ننشرها على حساب جدد حياتك ممتاز، أو يسوون لها تفضيل ننصح فيها طبعا للتقليل من الآلام إذا حس الواحد بعض الأشياء. صحيح. خصوصا في الآلام البسيطة هذه ما تستدعي يمكن الواحد يتوجه مباشرة للطبيب. موجودة في حسابك هذه يا دكتور في تويتر؟ إن شاء الله بنشرها بعد الحلقة. طيب. بعد الحلقة إن شاء الله مستمعينا أكيد في حساب الدكتور نواف الفهد، أكيد وإحنا بعد الحلقة إن شاء الله راح نغرد بموضوع اليوم وراح نعمل منشن للدكتور، أكيد راح تلقوا التمارين المناسبة لمثل هذه الأمور. الرياضة يا دكتور؟ طبعا الرياضة ما في شك أنها هي الوصفة السحرية للأشياء كثيرة، ويعني سبحان الله هي تجمع بين الجانب الروحاني أو الترفيهي أو الترويحي، وبنفس الوقت التخلص من الضغوط الواحد، ضغوط بدنية ضغوط نفسية. وطبعا ما في شك أنها وصفة سحرية لعلاج الآلام العضلية بشكل عام، فما بالك إذا كانت آلام الظهر. طبعا دائما أي شيء لازم يكون فيه توازن في الموضوع هذا، ما تكون في جرعات زايدة من الحصص الرياضية أو من الوقت اللي يقضي الواحد في الجيم، أو مثلا المناطق أو الأشياء اللي تسبب ضغط على العمود الفقري. بعض الرياضات مثل الهايكينج لفترات جدا طويلة هذا يسبب طبعا مشاكل عضلية للظهر، وبالتالي أي شيء حنا نقوله في الرياضة إذا كان في توازن ومقدار. طبعا واحدة من الأشياء اللي جدا جدا مهمة في علاج آلام الظهر السباحة. السباحة طبعا بكل أنواعها دائما ما شاء الله حل سريع وممتاز للآلام العضلية في أسفل الظهر. طبعا بس السباحة دكتور الواحد يسبح يتحرك يروح يجي، مو بقعد في المغطس ويقول يلا بي. لا طبعا اكيد فيها حركه ما في شك. طيب بعض الرياضات يا دكتور اللي ممكن تكون خطيره على الديسك؟ طبعا رياضات القفز بشكل عام بالذات اذا كان الشخص طبعا مو مهيئ لهذه الرياضات، او عضلات البطن عنده او عضلات الحوض ما هي مهيئه للمرحله هذه، طبعا راح تكون تؤدي الى مشاكل جدا وإصابات خطيرة. فمراعاة أن رياضات القفز دائما تكون مقدار معقول، بالذات الشخص اللي مو محترف أو مو متمرس على هذا النوع من الرياضات. حمل الأوزان يا دكتور؟ طبعا حمل الأوزان والحديد اللي يتحمس يبغى أوزان كثيرة ويبغى يبني قوام أو جسم رياضي قوي، هذه واحدة من الأشياء اللي كذلك خطيرة وتسبب مشاكل ومضاعفات على المدى القصير والطويل. طيب دكتور تنصح يعني بعض الرياضيين أو بعض الناس اللي مقبلين على الرياضة، وخلنا نتكلم عموم الناس، أنهم من وقت لوقت يروحوا يعمل فحوصات للديسك؟
طبعا دائما العلامه اللي تخلي اي انسان انه يتوجه هي وجود الالم، لكن يعني بشكل عام الواحد اذا مو حاسس بمشكله ما نبغى ندخله في قضيه انه يوسوس بصحته او شيء، لانه بالنهايه الرنين المغناطيسي دائما يعطيك يعني يمكن لو اي واحد ما يعاني من مشكله تقريبا بنسبه عاليه راح يقول لك والله في مشكله بسيطه في انتفاخ موجود في الديسك، فهذا امر طبيعي، تبقى الاشياء بحدود الامر الطبيعي. العلامه دائما اللي تخليك انك نقول لك توجه للطبيب لما تبدا تحس بالم، والالم هذا بدا شوي يزعج، بالحاله هذه نقول لك افضل لك ان تتوجه للطبيب، ويمكن يعمل لك فحص سريري، وبعد الفحص السريري يقرر لك أشعة الرنين المغناطيسي لأنها تعطينا تفاصيل كثيرة عن الديسك والضغط اللي حاضر. دكتور، عن أنواع مشاكل الديسك إذا أخذناها باختصار، هي أكيد مو في منطقة واحدة، أكيد أنا راح تتفرع على أعضاء كثيرة في جسم الإنسان وتأثيرها على جسم الإنسان زي ما ذكرنا قبل الفاصل. صحيح، تفرعات المشكلة طبعا قد تمتد إلى الأكتاف وتمتد إلى اليد، تصل إلى اليدين طبعا إذا كان في تنميل مستمر، وإضافة أن تفرعات المشكلة ممكن توصل إلى الفخذ وإلى الساق. يعني ما في أنواع محددة للديسك مثلا، يعني تكون درجات مثلا هذا واصل لمرحلة مرة متقدمة؟ طبعا في، احنا ذكرنا نوعين في البدايه، طبعا هو في 4 انواع تقريبا، ولكن ابرز نوعين اللي هو تكلمنا عنهم في البدايه، الديسك المنتفخ اللي هو اشبه ما يكون، خلنا نقولها كذا بالعاميه، لما يكون عندك كفر سياره وتكون فجاه في انتفاخ في كفر السياره، يعني احنا كنا صغار ما في احد ما مر عليه صعرور في الراس. اكيد طبعا، فهي هذه صعروره الديسك يعني انجاز التعبير. والنوع الثاني اللي يكون الفتاق، اللي فتاق في الطبقة الخارجية للديسك، يكون فيها ثقب أو تمزق أو تهتك، هذا النوع الثاني. في نوعين تقريبا، النوع اللي هو يكون الديسك الرقيق، واللي هو هذا أساسا يعني بالوراثة كذا يعني، أو خلق بالشكل هذا. وفي النوع الرابع اللي يكون في زوائد عظمية جالسة تضغط على الأعصاب، وهذا يكون من أنواع الشديدة حقيقة، واللي غالبا تحتاج، مو غالبا يمكن نسبة، نقول بنسبة مؤكدة تحتاج تدخل جراحي. ممتاز. دكتور، أنت ذكرت أنه سائل هو موجود في داخل الديسك، السائل اللزج، هل هذا ممكن يعني افتقار بعض الأجسام لهذا السائل؟ هل ممكن احنا نعوضه بمثلا بحقن مواد معينة في الديسك؟ طبعا الجمعية الأمريكية العمود الفقري، جراحة العمود الفقري، ما يعني إلى الآن ما في مواد أثبتت فعاليتها، وبالتالي تدعو دائما الناس لتحري الدقة ومراجعة الأشياء الدورية اللي تضعها الجمعية الأمريكية للعمود الفقري. إضافة طبعا التمارين، طبعا وما أدراك ما التمارين لما تعمل نوع يعني كرافعة أو داعمة للتقارب اللي حاصل بين الفقرات، لما تشد تمارين الإطالة، هذا يعني هذا نوع من العلاج اللي يخفف من الضغط، لكن كمواد كيماوية أو طبيعية غالبا ما في إلى اليوم، هذا ما في دراسات أثبتت قوتها وفعاليتها. سؤال جانا عن طريق الواتساب البرنامج، يقول هل الوزن زايد له تأثير على مشاكل الديسك؟ بكل تأكيد له تأثير، وهو طبعا دائما كل ما زاد الوزن، كل ما حصل ضغط كبير على الفقرات، وهذا يخليه طبعا عرضة أن يكون الديسك عنده تحت الضغط لفترة طويلة. ولازم أول كلمة لما الواحد يتعرض للديسك، أول كلمة نوجهها للمراجع أو المراجعة، أن نقول له لابد أنك قبل ما تفكر بالعلاج، أهم علاج أنك تغير نمط حياتك اللي هو وزن، في تحكم في الوزن. ممتاز دكتور، يعني أكيد يعني في الأعمار تختلف، يعني وش أكثر فئة عمرية هي اللي تكون معرضة للإصابة بالديسك، بغض النظر عن أسلوب الحياة اللي يمارسه الشخص، الفئة العمرية اللي تقول والله هذا من يعني أنا والله كبرت وظهري ومدري إيش، هل هذا الكلام صحيح ولا ممكن صغار السن يصابوا فيه؟ طبعا حاليا بالعصر الحالي حتى صغار السن معرضين له، ولكن
لما تكلمنا عن النوع الأول اللي هو الانتفاخ اللي حاصل في الديسك، هذا دائما له عامل زمني، كل ما زاد العمر كل ما زاد التآكل، وهذا أمر يعني أمر طبيعي نسميه عامل الزمن. فالنوع الأول له علاقة بالعمر أكيد، لكن النوع الثاني اللي هو الالتهاب اللي حاصل في الطبقة الخارجية للديسك اللي يحصل فيها ثقب أو يحصل فيها تمزق أو تهتك، هذا النوع ممكن يحصل نتيجة الإصابة أو وضعيات خاطئة لفترة طويلة. فالجميع معرض للموضوع هذا إذا ما حرص على أنه دائما يأخذ وضعيات صحيحة يراعي فيها طبعا أن العمود الفقري هذا هو بيت الداء والدواء. ممتاز دكتور. أنا في عندي مجموعة رسائل حقيقة للموضوع الديسك، لكن دكتور نواف في عندي سؤال واتساب البرنامج يقول أنا مصابة بمشاكل في الديسك، هل الحمل يؤثر على أو يزيد المشاكل الحمل؟ طبعا الحمل يكون في وزن إضافي حاصل على المرأة، وبالتالي فعلا يسبب يعني مشاكل على مستوى الديسك، ولذلك دائما الدعوة للحركة وتغيير الوضعيات يساعد في التقليل من الآلام أثناء فترة الحمل. يعني لكن في عند شيء اسمه ألم أو ديسك، الديسك الناشئ من آلام الحمل. يعني ما في مشكلة، ممكن يعني الحمل يكون موجود، لكن لازم تتبع بعض التمارين والواحد يكون حريص على هذا الموضوع. نعم صحيح. طيب دكتور، هذه رسالة برضو على الواتساب البرنامج يقول أنا أقضي نص يومي في السيارة بحكم عملي، هل هذا ممكن يجيب لي مشاكل في الديسك؟ طبعا هذا يكون عرضة أكثر للإصابة بمشاكل الديسك، وندعو مثل ما ذكرنا في البداية تغيير الوضعيات كل تقريبا ربع ساعة 12 دقيقة، يحاول أنه ينزل من السيارة شوي، يستخدم طبعا في شيء نسميها دونات كوشن أو المخدة اللي جاية على شكل دونات زي اللي يستخدمونها المسافرين، يمكن لما يحطها على رقبة هي تكون في أسفل الظهر، نوعا ما تساعد في التقليل من تأخر خلينا نقول تعرض المشاكل في الديسك. برضو شكل الكرسي أو المقعد يا دكتور، يعني بعضهم يأخذ على زاوية وبعضه لا يكون منزل الكرسي لورا، هل هذا برضو ممكن يأثر على الظهر أو على الديسك؟ طبعا يأثر، هو كل ما كان التوجه للاستقامة بيكون شوي أكثر، لا يكون أكثر، يكون في أكثر تعرض أو ضغط للديسك، لكن لما يرجع شوي وراء يكون الأمور أخف. ممتاز دكتور. طبعا زي ما هو معروف أن برنامج جدد حياتك هو يعني أكيد نقدم فيه استشارات مجانية للمتصلين ولمتابعين برنامج جدد حياتك، أنا اسمح لي يا دكتور أني أكون واحد من هذول المستمعين. أتشرف. الله يسعدك. عندي استشارة بسيطة، أنا عاني من مشكلة في الظهر في بعض الفقرات، في فقرة متحركة من مكانها بعد ما سويت لها أشعة متحركة من مكانها، طبعا أتعبتني كثير، أحس شوي كذا تنميل في يديني، قالوا لي أنه لازم حل من اثنين، يا أنه عملية أو أنه علاج طبيعي، وش تنصحني يا دكتور؟ طبعا أول شيء ما تشوف شر إن شاء الله، والله يجمع لك بين الأجر إن شاء الله والعافية. الله يجزاك خير يا دكتور. بالنسبة للتحرك الفقرة عن مكانها التشريحي الصحيح، طبعا بالضغط على الأعصاب، وبالتالي مثل أنت قلت واحد من الأعراض أنك بديت تحس التنميل في اليد. صحيح. وهذا الشيء متوقع، ودائما ندعو للحلول التحفظية، يعني الحل الجراحي نبغاه آخر شيء، مو لأن الأمور يعني لأن مثلا الجراحين مثلا ما هم بالجودة المطلوبة، لا، لكن هو دائما البحث عن الحلول الطبيعية زي العلاج الطبيعي دائما أفضل، ولذلك حتى لو كان مقرر شخص 100% أنه يسوي عملية يقول لك والله لازم تجرب أنك تبدأ برنامج تأهيلي بالعلاج الطبيعي لمدة 6 أسابيع. صحيح. ونشوف إذا كان في تقدم، إذا حتستمر على العلاج الطبيعي، ما كان في تقدم نضطر أن الفقرتين يتم دمجهم في فقرة واحدة لتقليل الآلام. والعلاج الطبيعي يا دكتور؟ العلاج الطبيعي طبعا في وسائل كثيرة، احنا تكلمنا يمكن
قبل حوالي تقريبا 20 دقيقة تكلمنا أنه في عندنا الموجات الكهرومغناطيسية، في عندنا الموجات الترددية، في عندنا الأشعة التصادمية. كل هذه الأشياء إضافة للعلاج اليدوي وبعض تمارين الإطالة تساهم بنسبة كبيرة في ضخ الدم في المنطقة اللي فيها الديسك مضغوط، وبالتالي الموجات هذه لما تزيد تدفق الدم تزيد نسبة التعافي، تزيد نسبة التشافي، تحفز مسكنات الألم الطبيعية اللي الله خلقها سبحانه وتعالى في أجسامنا. في أجسامنا في صيدلية بشرية موجود فيها مسكنات ألم، ما يحفزها يمكن دائما إلا بعض أجهزة العلاج الطبيعي والمعالج اللي متخصص في علاج العمود الفقري. ممتاز دكتور. بعض الرياضات اللي ممكن تنصحني اني انا اسويها او تنصحني اللي ممكن يكون عندهم مشاكل زي كذا، يعني هل المشي كويس لمثل هذه الحالات؟ او طبعا السباحه ما نختلف عليها. صحيح، السباحه واحده من من, من من اول الاشياء اللي ننصح فيها. بالدرجه الثانيه احنا ننصح بالمشي، لما يكون المشي السريع الخطى المتقاربه هذه، خلينا نقول المسافه لا تزيد تقريبا عن كيلو ونص إلى كيلوين، وبعدها الواحد ممكن يأخذ استراحة ويقدر يمارس يجدد النشاط مرة ثانية إلى مسافة ثانية. ممتاز دكتور نواف الفهد، استشاري تأهيل العظام والعضلات، كنت معنا في حلقة اليوم تحدثنا عن مشاكل الديسك. شكرا لك وشكرا لوجودك، وأكيد يشرفنا أن إن شاء الله نلتقي فيك في حلقات قادمة. شكرا لك يا دكتور.